أول حاجة هنبدأ في نوت 1، نتكلم أول حاجة على الفرق بين 3 words. عندي 3 words عايز أفرق بينهم، اللي هي كلمة go تمام ودو تمام، وعندي كلمة تانية اسمها play. طيب التلات كلمات دول غالبا بتكلم أو بستخدمهم مع sports. sports اللي هي الرياضة، الألعاب الرياضية تمام. وأنا بتكلم لما أجي أتكلم عن sports معينة أو ألعاب معينة بستخدم يا إما go يا إما do يا إما play. طيب إمتى أفرق مثلا لما أقول play football؟ إمتى أقول play football ولا أقول go football ولا do football؟ إمتى أقول الكلام ده؟ بيقول لي هنا إن كلمة play دايما بتيجي مع السبورتس اللي فيها بول. اللي فيها إيه بول؟ يعني إيه مس؟ يعني مثلا فوتبول، باسكتبول، تنس، هوكي، فولي، أي لعبة بلعبها بكورة، في كرة معايا، بقول إن هي play. play tennis، play football، play volleyball. clear؟ واضح؟ ماشي يا حبايبي؟ يبقى أي لعبة أو أي سبورت فيها كورة بقول play، وبعد كده أذكر اسم السبورت دي. clear؟ ماشي يا حبايبي؟ يبقى التنس، football، basketball، وأي لعبة تانية فيها بول. طيب بيقول لي بعد كده إن كلمة go، go بتيجي مع الكلمات اللي اخرها اي ان جي، يعني يجي بعدها فيرب اي ان جي، يعني بعد كلمه جو اجيب فيرب اي ان جي. زي ايه مثلا؟ هقول جو سويمينج يعني راح يسبح، جو دايفينج راح يغطس، جو سنوركلينج تمام. لازم بلاقي بعد كلمه جو بلاقي فيرب اخره اي ان جي. كلير؟ ماشي يا حبايبي؟ طيب بعد كده او اخر حاجه كلمه دو. دو بقى اسهل حاجه، بتيجي مع السبورتس الالعاب القتاليه زي مثلا كاراتيه، جودو، كونغ فو. يبقى كل العاب رياضيه بلعبها بايديا ورجليا بستخدم الليجز اند هاندز او فوت، ده بستخدم مع كلمه دو. اقول مثلا دو كاراتيه بيلعب كاراتيه، دو جودو بيلعب لعبه الجودو. ماشي يا حبايبي؟ clear؟ واضح كده يا حبايبي؟ سامعني؟ ها؟ ماشي ماشي يا حبايبي؟ يبقى انا فرقت، قلت كلمة أول حاجة كلمة play دايما بجيب بعدها الإيه؟ play أجيب معاها السبورتس اللي فيها بول، الألعاب الرياضية اللي فيها بول، play football، play basketball، play tennis، أي لعبة فيها كورة، سواء كورة دي صغيرة أو كبيرة ما تفرقش معايا، بس أنا معايا كلمة play. طيب دو بتيجي مع الالعاب اللي بستخدم بها جسمي، يعني بستخدم ايديا ورجليا مثلا زي الكاراتيه والجودو والكونغ فو تمام. يبقى كل ده او البوكسنج برضو، البوكسنج اللي هو البوكس بستخدم معاه كلمه دو. اما كلمه جو بجيبها مع الكلمات اللي اخرها اي ان جي او الافعال اللي اخرها اي ان جي زي سويمنج ودايفنج وسنوركلينج. طيب بيقول لي بعد كده ان انا تو جيف، انت عندكم مشكلة في النت؟ ها اكمل. بيقول لي بعد كده برضو عايز افرق بين كلمة زي كلمة trip اوكي وكلمة journey، picnic تمام، وعندي كلمة voyage تمام، واخر حاجه فلايت. ايه الفرق بين الكلمات دولت؟ كل دولت معناهم رحله، يعني تريب او جيرني، بيكنيك، فويج، فلايت، كلهم رحلات. طب ايه الفرق؟ بيقول لي هنا ان تريب ديت عباره عن شورت جيرني، يعني رحله قصيره تمام. ممكن تبقى بيزنس تريب، ممكن تبقى رحله عمل تمام، او ممكن تبقى اي رحله تانية. اقول هي went on a business trip، business trip يعني رحلة عمل. journey بنقول ان هي long، long يعني ايه؟ رحلة برضو بس رحلة طويلة شوية. يبقى trip قصيرة وjourney طويلة، يعني ممكن تستنى مثلا شهر، راح رحلة شهر او اسبوعين او هكذا. طب امال picnic؟ بيقول لي picnic معناها لما اروح مثلا اتغدى بره في شم النسيم مثلا، اخد مثلا فتيخ ورنجة وكلام من ده، واكل ايه في الجنينة مثلا او في الحدائق. picnic، picnic يعني بقول عليها يعني نزهة
او نزهه خلويه او رحله لمده يوم واحد بس عشان ايه اكل او اشرب بره فين في الحدائق. عندي بعد كده كلمه voyage. voyage means journey او رحله بس by sea. تمام، يعني مثلا في السفينه في المركب يبقى اقول عليها فويج، اي رحله في السفينه او مركب بسميها فويج. طيب ما الفلايت؟ فلايت دي رحله بس رحله في الهواء، يعني ايه باي اير او باي بلين، بستخدم فيها الطياره. اوكي، يبقى تاني كلمه تريب معناها شورت جيرني يعني رحله قصيره، وما جيرني معناها لونج، لونج جيرني يعني رحله طويله، بيكنيك معناها غديوه او نزهه خلويه، فويج يعني رحله بس مائيه، رحله في الميه سواء بقى في النيل في البحر وات ايفر، في اي في اي في اي مجرى مائي. وكلمه فلايت رحله، رحله يعني في الهواء، رحله رحله بالطياره مثلا، او بستخدم الهليكوبتر او البلين. ماشي يا حبايبي؟ كلير؟ ها معايا؟ فاهمين كده كويس ولا ايه يا شباب؟ ايوه يا مس، عرفوني بس يعني دايما كده اقول ايوه يا مس عشان ابقى فاهمه ان انتوا معايا وسامعيني عشان ما تسرحوش مني. طيب هتكلم بعد كده على give او to give advice. to give advice يعني ازاي ادي نصيحه لحد بالانجلش. تمام، بستخدم ايه؟ ها عشان ادي نصيحه بستخدم ايه؟ حد عنده فكره؟ بستخدم كلمة should أو shouldn't plus infinitive. infinitive اللي هو المصدر الفيرب، مصدر الفيرب يعني إيه؟ يعني الفيرب من غير أي إضافات. طيب أنا شايفة مثلا واحد تعبان جدا وعايزة أنصحه نصيحة، أقول له مثلا إيه؟ أقول له الأفضل إن أنت تروح للدكتور، أو أقول له الأفضل إن أنت تستريح. يبقى أقول له إيه؟ you should take some rest. you should take some rest يعني الافضل ليك ان انت تستريح. take some rest. طيب شايفه واحد مثلا ما بيذاكرش وعايز انصحه، اقول له ايه؟ you should study hard. يجب ان انت تذاكر كويس. you should study hard. طيب شايف واحد بيدخن كتير وبيكح وتعبان مش قادر يبطل كحه، يبقى هقول له ايه؟ you shouldn't smoke. من الافضل ليك ان انت ما تدخنش. تمام، عايز حد يديني جمله بشد وحد يديني جمله بشدنت. نبدا، يلا يا عبد الرحمن start. ها you should study hard. تمام، thank you. حاجه غير study hard ممكن اقول له ايه؟ you shouldn't play in the street. thank you so much. برافو. you shouldn't play in the street. excellent. طيب زياد، you should go to school. okay, thank you so much. you should go to school. تمام، محمد، ها محمد، come on محمد، ها join. اقول ايه؟ عايز sentence بشود او shouldn't. اقول ايه يا حبيبي؟ ولا انت عندك مشكلة في الصوت؟ طيب يقولي بقى ان انا ممكن بدل ما استخدم should و shouldn't ممكن استخدم حاجات تانية. زي مثلا كنا خدنا قبل كده ال second conditional if، الحالة التانية ال if، وقلنا ان انا بستخدمها عشان اتكلم او to give advice، بستخدمها عشان ادي نصيحة. تمام، يبقى الحالة التانية ال if بستخدمها to give advice. اقول مثلا ايه؟ لو انا شفت مثلا حد تعبان هقول له ايه؟ if I were you، لو انا مكانك كما I would go to the doctor. كان زماني رحت للدكتور. I would go to the doctor. تمام، لو انا مكانك كان زماني رحت للدكتور. يبقى بدل ما اقول له you should go to the doctor، لا انا هقول له if I were you I would go to the doctor. اوكي، طيب another example. هقول for example لو انا مثلا شفت ايه واحد مثلا بيدخن كتير وعايز انصحه، هقول له ايه؟ if I were you، لو أنا مكانك I would
أعمل إيه؟ I would stop smoking. هبطل تدخين. تمام؟ يبقى أنا هقول if I were you وبعد كده هقول I would وبعد كده أجيب الفيرب في المصدر من غير إضافات. I would go to the doctor. I would stop smoking. I would study hard. لو أنا مكانك، أنا مثلا شايفة واحد امتحان عنده امتحان بكرة وأنا عايزة أديله نصيحة أو عايزة to give advice، أقول له إيه؟ If I were you I would study hard. لو أنا مكانك هذاكر كويس. If I were you I would go shopping. لو أنا رحت في أوكازيون مثلا والأسعار نازلة كتير قوي، فأنا أقول له إيه؟ If I were you لو أنا مكانك I would go shopping. هروح أتسوق بسرعة. أوكي؟ طيب ممكن كمان حد يديني example ب If I were you. يلا يا شباب. If I were you yeah. I would get up yeah. early. I would again. I would get up early. تمام، برافو، thank you so much. I would get up early. لو أنا مكانك هصحى بدري. تمام، another example. If I were you I would go to school. تمام، thank you so much. If I were you I would go to school. تمام، يبقى أنا عندي كده two ways to give advice، نصيحة، طريقتين للنصيحة، you should أو you shouldn't و if I were you. طيب بيقول لي بقى في more and more ways، يعني في طرق تانية كتيرة قوي قوي عشان أدي advice. زي مثلا هقول مثلا لحد أقول له إيه؟ أقول له it's important، يعني مهم، it's important to study hard. It's important يعني ده مهم. It's important. ممكن أقول for you أو ممكن أقولهاش زي ما أنا عايزة. طب بين عشان إيه؟ اختياري. It's important to study hard. مهم جدا إن إحنا نذاكر. تمام؟ أو It's important not to eat. بصوا بقى الجملة دي كده. It's important not to eat، يعني مهم ان احنا ما ناكلش. ايه اقول ايه مثلا؟ sweets او a lot of sweets. مهم ان احنا ناكلش sweets كتيره. a lot of sweets. ماشي يا حبايبي؟ يبقى اقول it's important to او it's important not to. اوكي ماشي يا حبايبي؟ ها يبقى it's important to أو it's important not to. لحد كده تمام؟ ها عرفوني. اللي مش فاهم يقول لي يا مس مش فاهم. تمام كده حبيبي؟ تمام يا مس. ماشي حبيبي. طيب بيقول لي بعد كده برضو بدل it's important ممكن أستخدم إيه؟ ممكن أستخدم it's مثلا it's advisable. advisable يعني زي should بالضبط. it's advisable أو it's better. it's better. It's better to do so and so. It's better يعني من الأفضل ليك. Okay؟ لما أقول it's better من الأفضل. ندي example بيج تانية. أقول it's better. Better يعني من الأفضل. ممكن برضه أقول for you على طول. أو أقول it's important to كذا. It's important for you to study hard. To study hard يعني مهم ليك جدا انت تذاكر كويس. It's important أو it's better for you to eat healthy food. مهم ان انت تاكل طعام كويس. طيب برضو بدل it's important ممكن الاقي it's dangerous. it's dangerous يعني حاجة ايه خطيرة. it's dangerous dangerous ايه to drive مثلا quickly. it's dangerous to drive quickly يعني موضوع خطير جدا انت تسوق بسرعه. It's dangerous to smoke، خطر عليك ان انت تدخن. تمام. بيقول لي برضو بعد it's better و it's dangerous ممكن الاقي مثلا it's a good idea. it's a good idea يعني فكره جميله جدا. it's a good idea. it's good idea to ايه to sleep early. فكره كويسه قوي ان انا انام بدري لان النوم بدري مفيد جدا. يبقى
It's a good idea to sleep early. ممكن برضه أقول I advise you to sleep early. أنا بنصحك إن أنت تنام بدري. ماشي يا حبايبي؟ يبقى أنا قلت أول حاجة بستخدم should أو shouldn't والمصدر. تاني حاجة if I were you. تالت حاجة ممكن أستخدم it's important. ممكن أستخدم it's better. It's dangerous. تمام؟ It's good idea or it's a good idea. وبعد كده بستخدم to والمصدر. تمام؟ ممكن أقول I advise you. أنا بنصحك. I advise you. بنصحك. To study hard. بلاش تستدي عشان زهقنا منها. To مثلا sleep early. أنا بنصحك تنام بدري. I advise you to eat healthy foods. بنصحك إن أنت تاكل healthy food. تمام؟ طيب give me another example. ممكن أقول إيه تاني؟ ها؟ ممكن أقول إيه بالكلام اللي أنا قلته دلوقتي؟ It's dangerous for you to play with the knives. تمام، excellent. It's dangerous for you أو it's dangerous عامة to play with knives. حاجة خطيرة إن أنا ألعب بسكين. تمام، thank you so much. برافو. ها إيه كمان؟ ممكن أقول إيه تاني؟ It's a good idea to read the detective stories. تمام، برافو. It's a good idea to read detective stories. أقرأ قصص بوليسية. طيب معايا بقى كده الكاتشي بوك. الجزء ده فيه أي حاجة مش واضحة قبل ما أكمل؟ في أي حاجة مش واضحة أو عايزة توضيح أكتر؟ لا تمام ماشي يا حبيبي. طيب نبص كده على الفوكابولري. عندي الفوكابولري أو الكلمات الجديدة بيقول لي هنا بيتكلم على visitors to Egypt. visitors to Egypt اللي هم الزوار اللي جايين مصر. أول حاجة هنقرأ الفوكابولري وأنا بقرأ أنتوا تعملوا البيت after me، يعني هتعلوا ورايا الكلمات. bazaar bazaar repeat bazaar youth أو youth hustle youth hustle حرف T هنا silent souvenir souvenir tourist information center equipment equipment police station camp camp هنا verb and noun يعني اسم verb ممكن أقول camp المعسكر وcamp يعني عسكر عندي بعد كده water sports اللي هي الألعاب اللي في المية يعني أو الألعاب المائية on the water وفي in the water on the water يعني أنا بقدر ألعبها أو بتزحلق مثلا على المية ببقى على وش المية دي معناها on the water أما in the water ده أنا بنزل بقى جوه المية بدخل جوه المية نفسها طيب إيه الألعاب اللي on the water عندي wind surfing sailing fishing الألعاب اللي بخش فيها جوه المية scuba diving اللي هو الغطس أو snorkeling اللي هو الغطس برضو بس بعيا أنبوب أو swimming اللي هي السباحة يبقى خلي بالي لما أقول مثلا wind surfing يبقى أقول it's on the water عندي مثلا snorkeling أو swimming دي in the water يعني جوه المية طيب عندي بقية الفوكابلوري عندي wonderful كلمة island حرف الاس هنا silent island weather بطلع لساني وأنا بنطق حرف الذه weather around canal thief البرولر بتاعها thieves بشيل حرف الاف واحط V-E-S electrical items electrical items market shark hotel definitely underwater sun cream washing machine comfortable comfortable هنا كلمة the doctors الأبوستروف إس هنا بيقصد بيه المكان أو العيادة بتاعت الدكتور مش بيقصد بيه الدكتور نفسه الأبوستروف هنا إس بتشير إلى المكان visitor windy spring expensive inexpensive cheap breathe breathe أطلع لساني save advise advise ده الفيرب الفيرب يعني إيه؟ ده فيرب يعني الفعل
لما احوله لنون او اسم بقول advice، بشيل حرف الاس وحط مكانها سي، advice يعني النصيحة. عندي بعد كده بقية الكلمات، عندي here gada part stay for try، الباست منها tried. بيقول لي بعد كده عندي بعض الاكسبريشنز. يعني ايه اكسبريشنز؟ يعني تعبيرات. يعني ايه تعبيرات؟ يعني مجموعه كلمات جنب بعضها بيبقى لها معنى او ليها مضمون يعني او مينينج. هقول مثلا هو خد رحله او خد مركب عشان يتفسح او عشان كرحله، يعني يبقى اسمها ايه؟ take a boat trip، take a boat trip، take photos، take a taxi، take the taxi، take the bus. تمام. have a great time، try food. هنا كلمة try معناها يجرب، يجرب بقى أكل جديد أكل قديم، يجرب وخلاص. طيب عندي بعد كده I'm sorry، try snorkeling، do activities. it's best to، أي to عندي في الإنجليش بيجي بعدها المصدر يعني الفعل من غير إضافات، ما عدا كام to كده بس. كل to، كل حروف الجر اللي هي حرف التو ده بجيب بعديه فعل في المصدر، ما عدا حالتين ثلاثه كده بس هم اكسبشنز او مختلفين. خلي بالي برضو من الاكسبشن ده، السان كريم. انا مثلا انا بشرتي حاسه مثلا لما بقعد في الشمس جسمي بيقشر او بيحصل لي حاجات مش كويس، فانا بقول I wear sun cream. wear هنا مش معناه ان بلبسه، لا معناه ان بغطي بيه جسمي كله، يبقى اسمها wear sun cream. go fishing، احنا قلنا كلمه go بيجي بعدها الفيرب اي ان جي. catch thieves، يمسك او يقبض على اللصوص. هنا خلي بالي ممكن اقول I am on a holiday او for a holiday، for too long او for a long time، لمدة طويلة. in the middle of، خلي بالي من حرف الجر in وحرف الجر of. in the middle of، in the sun، in 10 minutes، fall over، far from، under the water، happy to، look out for، look out for thieves يعني خلي بالك من حرامية، look out for thieves احترس من حرامية، look out for cars خلي بالك من عربيات. بعد كده بيفرق لي بين two words. يعني عايز حد يقرا لي الصف الاولين ده كده؟ هوستل حرف تي نصيحه، ها والثانيه اسمها ايه؟ هوتيل. هوتيل تمام. هوستل اللي هو ايه؟ بيبقى بيت للشباب. تمام. بيبقى رخيص شويه او فري، رخيص يعني مجاني او فري من غير فلوس. اما كلمه هوتيل ده فندق بدفع، ممكن ادفع فيه فلوس كتيره او فلوس غاليه. طيب نمبر 2 ها، دايفنج. دايفنج ها، درايفنج. درايفنج حرف واحد بس المختلف اللي هو حرف الار، دايفنج الغطس، ودرايفنج اللي هو سواقه العربيات. نيكست. سوفونير تمام. ها بريزنت تمام. هنا كلمه سوفونير معناها مثلا ايه؟ ان انا رحت مثلا ايطاليا، مثلا رحت زرت ايطاليا، فاروح اشتري مثلا هدايا تذكاريه من ايطاليا. رحت لوكسور واسوان، اروح اشتري سوفونيرز. السوفونيرز دي اللي هدايا بتذكرني او هدايا لاصحابي من المكان اللي انا رحت. كلمه بريزنت بقى لا، هديه. يعني ايه هديه؟ النهارده مثلا عيد ميلادي فماما مثلا جايبه لي هديه، يبقى ده اتس ا بريزنت. يبقى سوفينير هدايا بس هدايا عشان تفكرني بحاجه او هدايا لحد من اصحابي، اما بريزنت دي هدايا بمناسبه عيد الميلاد، هدايا بمناسبه الجواز وهكذا. نيكست. ها بيث. بليز. والثانيه بريث. لا بريس. اقاوت بريس. بريس هنا معناها النفس، انما دي انا بنطقها كانها ذه. breathe، press او حرف واحد غير نطق ومعنى الكلمه. next. save. ها save. والثانيه save. كلمه save معناها ان انا بوفر. اقول لك ايه؟ I save a lot of money، انا وفرت فلوس كتيره. I save time، وفرت وقت. امال save اقول مثلا it's safe for animals to live in cages، من الامن للحيوانات ان هم يعيشوا في قفص. يبقى كلمه سيف هنا فيرب، اما سيف معناها adjective او صفه.
جايب لي هنا بقى بعض ال difficult words اللي احنا قلناها من شوية والmeaning بتاعها but in English. يعني bazaar معناها ايه زياد؟ بازار a market or a group of shops. تمام، ده عبارة عن market أو groups of shops. group of shops يعني مجموعة محلات. next police station. Police station ده عبارة عن ايه؟ and people who catch thieves. تمام، ده مكان عشان ايه للناس اللي الضباط اللي بيقبضوا على الحمامات. next snorkeling, swimming with equipment so that you can breathe yes. with your head in water. تمام، ده عبارة عن ايه؟ ده انا بغوص تحت المية بس معايا بيبقى معايا انبوبة كده عشان ايه تدخل لي او تظبط لي الاكسجين بتاعي او تنفس. next information center. تمام. and office where you can find out about a city or an area. تمام، بتستعلم عن حاجة معينة سواء المكان او سواء المدينة كلها. next youth is hostel and لا. expensive wait استنى يا حبيبي، كلمة youth hostel التي هنا silent hostel. تمام، زي hotel من غير تي اللي في نص التي هنا مش موجود. ان اكس هنا كلمة expensive غالي. in expensive معناها رخيص cheap يعني. تمام، go on. Youth hostel and inexpensive place where young people can stay when traveling. تمام، ممكن يقعدوا طبعا for free أو for a little money مقابل مبلغ بسيط. آخر كلمة اسمها إيه؟ Windsurfing. تمام، a sport you can do on the water. طبعا do on the water. On the water قلنا إنها إيه؟ بقدر اعوم على الميه، ما بخشش جوه الميه لان انا ببقى بره، جسمي بره، انا بس واقف كاني واقف على الميه. طيب عندي بعد كده conjugations of irregular verbs يعني تصريفات الافعال الشاذه، تصريفات الافعال الشاذه. عندي كلمه hear heard find found forget forgot forgotten buy bought wear wore worn hurt hurt. ما بغيرش البلد. وده اللي احنا خدناه النهارده اللي هو الفرق بين كلمه جو بلاي ودو. بيقول لي برده ان كلمه انفورميشن وكلمه equipment دايما بجيب بعدهم بقول بعدهم از، ما بقولش انفورميشن ار، اقول انفورميشن از، فرنيتشر از، equipment از. تمام، طيب نبص بعد كده على الباسج. عايز حد يقرا لي الباسج؟ محمد ما سمعني؟ نعم ماشي ماشي حبيبي. يلا let's read. Dear Catherine. ماشي يلا حبيبي. I'm so happy. I am so happy to hear that you and your family are visiting Hurghada. 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 Yes. Hurghada. لا لا استنى بص. Hurghada in غادة. زي غادة كده. Hurghada. تمام؟ هرغادة. Yes, bravo. In the spring الربيع. Spring. It's a wonderful place for a holiday. تمام, thank you. There is a lot to do. حاجات كتيرة بعملها. ممكن أعمل حاجات كتيرة هناك. And كمل يا محمد. Yes, and many different places to stay. Stay, تمام. You can come stay in a hotel. Hotel. Or in the hotel. بص يا محمد. Hotel. Yes, or. Hotel. Yes. Or in the now. New. Youth hostel. Youth hostel, تمام. New youth hostel. Hostel. In the very modern. It's very modern and comfortable. لا بلاش تابل دي. Comfortable. اخطفها. Comfortable. Comfortable. لا مش تابل. But much تابل. Comfortable. Comfortable. Okay. Comfortable.
Yes, thank you so much, Rob. But much, but much cheaper. Cheaper. أرخص. Cheaper than the hotel. Hotel. لا دي مش hotel. Hotels. Hotels. Yes. You can find. Hotel. You can find out information at the tourist information center. تمام. You should go there when you arrive. تمام. It's next to the police station in the middle of the new part of the city. تمام. Hurghada. Hurghada has some beautiful beaches. Beaches اللي هي الشواطئ. Hurghada has some beautiful beaches. When? Beaches. Yes. When in it's when it's windy. Windy? You should definitely. You should definitely try. Definitely try wind surfing. هنا كلمة try يعني أنت لازم تجرب يعني بالتأكيد لازم تجرب wind surfing. ده حاجة فظيعة يعني حاجة جميلة جدا. Wind surfing too. Take. When to take about a trip. Trip to the island around. Around. يعني تاخد boat trip عشان تلف على الايلاندز اللي حواليه. كمل. Just a second. ها. Yes. عندي بعد كده ايه؟ ها. Hurghada. You can go scuba diving. Yes. Go. Hurghada, you can go scuba diving or right. snorkeling. You can also go fishing from a boat. Oh. You shouldn't walk too much in the sun. It's the best to visit places early in the morning. يعني ما تمشيش don't forget وزور to أماكن go to the bazaar. Don't forget. ما تنساش تروح البازار in the old part. In the old part. In the old part of the city. City, yes. It's a good place to buy souvenirs. في الآخر خالص قال له إيه؟ Have a great time. سلم. تمام؟ Thank you so much. Thank you. تمام حبيبي. طب بيقول لي هنا بس فرق لي في النطق من كلمة youth زي كلمة tooth وكلمة cream زي كلمة dream. Cream و dream. يبقى كلمة youth بنطقها زي كلمة tooth. وكلمة cream بنطقها زي كلمة dream. طيب نبدأ بقى questions. عبد الرحمن start. Number one. The tourist bought a model of the pyramids as a souvenirs of Egypt. تمام هم اشتروا model of the pyramids as a souvenir of Egypt يعني هدية تذكارية من مصر. Thank you so much. Ziad, number two. People like to go to beaches for holidays in summer. Thank you so much, bro. Number three, Muhammad.